السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة بقى يا جماعة إن شاء الله عاملين فيديو جامد جدا بالنسبة للساعات الرجالي. جايبين تشكيلة ساعات رجالي جميلة جدا 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 بسعر ولا في الأحلام، مش هتلاقوا عند حد. وغير كده وكده كمان عندنا توصيل لحد باب البيت. إن شاء الله هفرج حضراتكم دلوقتي على التشكيلة اللي معانا، ولو في اي ساعة عجبت حد من حضراتكم وعايزها ممكن يتواصل معايا في التعليقات، وان شاء الله عندي توصيل لحد باب البيت. بس في البداية كده اتمنى انك انت تصلي على النبي في كومنت وتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الطلب التاني اللي بطلبه منكم، يعني فضلا من حضراتكم، تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف الساعات اللي معانا. زي ما حضراتكم شايفين بقى يا جماعة، دي الأشكال اللي احنا جبناها النهاردة، الأشكال الجديدة هقول لحضراتكم عليها وبالأسعار كمان، وفرج حضراتكم ساعة ساعة. زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني دي مثلا ساعة جلد شكلها جميل جدا. دي يا جماعة سعرها كام؟ دي سعرها 35 جنيه. الخامة بتاعتها كويسة جدا، ساعة بسم الله ما شاء الله، أي ساعة تاخدها من عندي هتلاقيها مظبوطة وشغالة تمام. دي سعرها 35 جنيه. في برضو حاجة زي دي، دي برضو نفس السعر. لو في اي ساعة من الساعات اللي حضراتكم شايفينها دي عجبت حضرتك، ممكن تاخدها سكرين شوت وتبعتها لي على الرقم اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف او اول تعليق مثبت، وان شاء الله هيتم التواصل مع حضرتك وفي توصيل لحد باب البيت. دي برضو يا جماعة اهيت شكلها جميل جدا، لونين في بعض، الخامة بتاعتها كويسة، 35 جنيه. كل اللي انا بفرج لحضراتكم عليه ده دلوقتي 35 جنيه. مش معنى كده ان مفيش حاجة اعلى من كده، لا يا جماعة في اعلى من كده برضو موجود معانا، بس انا حبيت ابدأ بالاشكال الحلوة. هم اسعار جميلة جدا، مش هتلاقوا الاسعار ده عند حد على فكرة. حد دلوقتي هيسأل نفسه سؤال، هيقول يعني لو انا مثلا خدت ساعة واحدة تحسبها لي ب35 جنيه ولا جملة ب35؟ هقول لك يا باشا، لو انت خدت ساعة واحدة ب35 جنيه، خدت ساعة ب35، خدت 100 ساعة برضو ب35 جنيه. يعني مش هشرط عليك لازم تاخد دستة او كده، لأ زي ما انت عايز. عايز واحدة بس تيجي تاخدها وخلاص، ماشي مفيش مشكلة. اشكال جميلة جدا جدا في مفهوم التخيل، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. والخامة يا جماعة الخامة محترمة جدا، شايفين الجلد كمان، 35 جنيه وبس. طيب حد هيقول لي برضو هو كل اللي عندك جلد ابو 35؟ هقول لك لا يا باشا، عندي زي دي كده بالظبط، بس الخامة بتبقى جنس زي دي كده مثلا، في جنس زي دي كده وبرضو ب35 جنيه. شايفين القماشة نفسها يا جماعة قماشة جنس. لو حد بقى عايز الحاجة اللي تعيش بصراحة، هي دي الأوستيك بتاعها هتعيش جدا جدا جدا، يعني واستكها ده على ضمانتي بتاع الجنس دي. طيب ايه تاني؟ اتفرج حضراتكم سريع سريع بس كده علشان لو حد عايز ياخد سكرين شوت من اي ساعة. شايفين الساعة دي بسم الله ما شاء الله، 35 جنيه برضو. شايفين بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. انا بس هفرج حضراتكم بسرعة كده عشان ساعات كتير ومش عايزين الفيديو يطول. يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. اي ساعة عجبتك خدها على طول سكرين شوت. لحد دلوقتي اي ساعة ظهرت قدام حضراتكم على الكاميرا 35 جنيه. شايفين الساعات وجمال الساعات. لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى انك انت تعمل لايك للفيديو وتكتب لي كومنت كويس يشجعنا. حلو كده ولا ايه؟ يعني إيه قول لي رايك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. اشكال جميله جدا، 35 جنيه يا جماعه، كل ده كده 35 جنيه، كل ده كده 35 جنيه. طيب عندك معدن يا عم احمد ب35؟ عندي يا جماعة، عندي معدن ب35 جنيه. دي معدن برضه اهيت شكلها جميل جدا، 35 جنيه.
شايفين؟ شايفين المعدن وجمال المعدن؟ شايفين الساعة؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وكمان الاستيك بتاعها اللي هو الزرار، يعني القفل بتاعها اللي هو الزرار ده، شايفين الزرار اللي هو ده؟ شايفين؟ 35 جنيه، 35 جنيه يا جماعة. عايز تاخدها سكرين شوت، تاخد سكرين شوت. في من دي ذهبي وفضي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. رسمه الساعه كمان رسمه كويسه، الساعه المينا من جوه شكلها حلو قوي، شايفين؟ والله يا جماعه انا بشوف الساعات دي موجوده في اماكن وناس جايبه زيها، يقول لك ده انا جايبها مثلا ب 150 جنيه، ده انا جايب الساعه دي مش عارف ب 100 وكام. شايفين يا جماعه جمال الساعه؟ بسم الله ما شاء الله، برضو 35 جنيه. كل اللي ظهر قدامكم ده يا جماعة 35 جنيه، 35 جنيه. طيب برضو في سؤال تاني، حد ممكن يقول لي ايه انت كل الساعات اللي عندك دي جلد ومعدن وجنس، في حاجة تانية 35؟ شايفين الاول دي جميلة جدا جدا، في فوق ما تتخيلوا، يعني بسم الله ما شاء الله، ساعة محترمة وشكلها جميل، 35 جنيه. في يا جماعة معدن وفي جلد وفي جنس، في ايه تاني؟ في عندنا الساعة المغناطيس دي، الساعة المغناطيس دي بكام؟ برضو ب 35 جنيه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله أكبر، 35 جنيه وبس، ساعة مغناطيس تلبس أي مقاس، أي مقاس، لو إيدك صغيرة خالص هتلبسها، لو إيدك كبيرة خالص هتلبسها. دي بتشد المغناطيس كده وتظبط على مقاس ايدك، برضو دي ب 35 جنيه. في منها دي اللي حضرتك شفتها ديت السمرة، في منها الفض، وكمان في منها اللون النحاسي الجميل ده، 35 جنيه. في اشكال، اشكال جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ انا مش عايز افتح كتير علشان وقت الفيديو، بس موجود معايا برضو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده، دي دي 35، كل ده كده يا جماعه 35، 35، 35، 35، 35. كل اللي انا بفرجه لحضراتكم ده كده، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، 35 جنيه. حاجات جميلة جدا واشكال حلوة واسعار مش هتلاقيها عند حد، ولو خدت قطعة زي 10 هي برضو 35، كل ده كده 35 جنيه. اتفرج حضراتكم كده عشان لو حد عايز ياخد سكرين شوت يلحق ياخد سكرين شوت. كل ده كده 35 جنيه. طبعا في توصيل لجميع المحافظات يا جماعة، وفي أي ساعة عجبتك ممكن نوصلها لحضرتك لحد باب البيت، 35 برضو، 35. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، 35، 35، 35، 35، 35. والله العظيم ساعات جميلة، أشكال تحفة، 35 جنيه. برضو معانا البومة،
البومة برضو بألوانها. طيب معانا ايه تاني ب35؟ برضو نفس السعر. معانا الساعة دي برضو 35. في ألوانات منها برضو يا جماعة، الذهبي، النحاسي، الموف. معانا ايه تاني بنفس السعر ده؟ معانا الساعة دي بسم الله ما شاء الله، دي برضو في منها ألوانات زي ما حضرتك شايفين كده، في ألوانات جميلة جدا، ألواناتها حلوة أوي. أنا بس مش عايز أفتح كتير علشان وقت الفيديو. شايفين الألوانات، ألوانات جميلة جدا. بس يا جماعة كده يكون نهاية الفيديو. أتمنى إن الفيديو ده يكون عجب حضراتكم. لو عجب حضراتكم أتمنى من حضرتك إنك أنت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلك إشعار به. وإن شاء الله الفيديو الجاي هتلاقوا ساعات أعلى من دي. في الفيديو الجاي مفيش هيبقى فيه حاجة ب35، الفيديو الجاي إن شاء الله هتلاقوا فيه ساعات كتير جدا فئة أعلى شوية من ده. اهم حاجه تفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بالفيديو الجاي. بس كده ده يكون نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.